سورة الزمر جاء في آخر هذه السورة ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار. النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، أي جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم زمرة. ففي اليوم الآخر يحكم على هؤلاء الناس أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار، ويفصل فيهم ويأخذ كل كتابه بيمينه. في يوم القيامة، في هذا اليوم الآخر، يستلم الإنسان كتابه إما إلى الجنة وإما إلى النار. سورة الزمر جاء في آخرها: وسيق الذين كفروا ربهم إلى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، يعني جماعات. فهذا من أوجه العلاقة التي بين هذه السورة وبين اليوم الآخر.